أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في الأمور المشتبهات التي ذكرت في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه الأسهم في وقتنا الحاضر؟ بلا شك هذا أقل أحوالها أنها من المشتبهات، وإن كان يظهر منها أنها ما هي من المشتبهات، لأن فيها ربا، فيها غرر، فيها جهالة، وفيها قمار. نعم.